مراد يلعب كرة في مكان خطير وكرة ملعوبة عرضية لكن كرة تبعد تتحول يا بتروس ملعوبة لمصلحة مهند الشنقيطي على اليمين عبد العزيز يلعب كرة في مكان خطير وكرة ملعوبة عرضية في مكان جميل وكرة بتمر نعم عانى على مستوى الأسماء لكن يبقى أنه كمنظومة مقدم عمل ممتاز جدا إيغار كورنادو بمار ويلعب كرة جول حقيقة مدرب يبعث الروح في لاعبينا مدرب لا يقدر بثمن الجنرال كونترا كرة مرسول عرضية للأمام ثالث الأهداف حلو من جانب الفريقين مراد يلعب كرة كريستيانو كويفا كريستيان يلعب كرة للأمام وكرة ملعوبة للأمام مع مراد باتنا الخطير مراد باتنا يحاول يمر ويلعب كرة عرضية جول لكن يتكلمون كثير عن لقاءين وكرة تتهيأ للأمام الله نواف وشل يلعب كرة للأمام خطيرة جدا مراد يحاول يلعب جول اللي هو تصدي في البطولة